يساعدني تناول الطعام الصحي وممارسة النشاط يومياً في التحكم في مرض السكري، ولكن لا يدرك البعض أحياناً ما يمكنني أو لا يمكنني القيام به. هل يمكنك تناول هذا؟ في الواقع نعم، يمكنني أكل الكعك، فمرضى السكري من النوع الأول ليس لديهم نظام غذائي خاص. أختار طعامي من الفئات الخمس الصحية، ويمكنني تناول الحلويات مثلك تماماً. يعتقد البعض أنني لا أستطيع ممارسة الرياضة بسبب السكري، وهذا أيضاً غير صحيح. مع بعض التخطيط، أتمكن من ممارسة الرياضة مثل أي شخص آخر. ممارسة الرياضة والمشاركة فيها جزء مهم من حياتي، تساعدني على الحفاظ على صحتي والتحكم في مستويات الجلوكوز في الدم. سمعت أن مرض السكري من النوع الأول سببه الإفراط في الطعام غير الصحي أو الخمول. هذا ليس صحيحاً، لا أحد يعرف سبب مرض السكري من النوع الأول، وليس لأحد ذنباً في الإصابة به، فهو من أمراض المناعة الذاتية. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن جهاز المناعة في جسمي دمر الخلايا التي تصنع الأنسولين في البنكرياس، والآن لم أعد قادراً على إنتاج الأنسولين. وبدون الأنسولين لا يمكن للخلايا في جسمي امتصاص الجلوكوز، مما يؤدي إلى ارتفاع مستوياته في دمي. يجب أن أخذ الأنسولين ليحل مكان ذاك الذي لم يعد جسمي يصنعه، وليمنع مستويات الجلوكوز في دمي من الارتفاع. ولكن مرض السكري يزول، أليس كذلك؟ مرض السكري من النوع الأول لا يزول ولا يمكن الشفاء منه، ولكن التحكم فيه تطور مع التقدم الذي طرأ على العلاج والتقنية، والبحث مستمر عن أسباب مرض السكري من النوع الأول وعلاجه. لمزيد من المعلومات اطلعوا على الموقع AS1 Diabetes Website.